نعم يا حبيبي، اجازة. انا بقالي 10 سنين ما خدتش اجازات. انا لما جابوني الاسم ده جابوني عشان الزبط والربط. مساء الخير. كل العساكر اجازة وتنزل تحت المساكين تقول لهم افراغ، خلاص مش عايز حد النهاردة في الاسم ده غيري. هنا يا فندي. انت ايه؟ اخد اجازة؟ ايوه تاخد اجازه طبعا. لا يا فندم، انا هسهر على خدمه الوطن. لا نبيل حبيبي، انت مش شايف وشك بقى اصفر ازاي؟ يا فندم انت محتاجني دلوقتي اكتر من اي وقت فات. انا مش محتاج حد النهارده خالص. يعني اطلع بره؟ اطلع بره نبيل. هاي امريني. امريني واشقطيني. الله حلوه شطيني دي. انت لسه واقف احمر؟ اطلع بره يا فندم. كنت بيقول ايه؟ انا عايز اعمل محضر. ايه؟ عايز اعمل محضر. يا لهوي يا لهوي، ده انت ده انا عامل لك 3000 محضر. 555,000 محضر. محضر في مين؟ في خطيبي. ليه؟ الخاين خني. خني خني. ايه ازاي؟ هو حمار؟ ما بيشوفش حد يخون المربى دي؟ انا لو مراتي مربى زي كده انا ما كنتش خرجت من البرطمان. الحق يا فندم، في مواطن عمل بلاغ. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ مواطن مقدم بلاغ يا فندم. بيقول في ايه؟ بيقول الواد قلبه بيوجعه وعاوز حد يدلعه. اطلع بره نبيل. الواد بيقول اطلع بره نبيل، بدل ما اجيب الطبانجه وافرغها كلها في نفوخك. ماشي يا فندم، يا احلى فندم شفته في حياتي. كنا بنقول ايه؟ كنت بقول لك انه عايز اعمل محضر في خطيبي عشان هو بيخني. ده انا هلبسه اواضي مصر كلها. بجد؟ اعتبريني الستايلست بتاعك في تلبيس الاواضي. ده بجد؟ بجد، ده جد الجد كمان. ثانية واحدة، هدي ورقة وقلم وافتح محضر حال. سين. السن؟ 40 سنة. ازاي؟ هو عنده 40 سنة. انا مالي بهو الشلاح في خطيبك؟ انا بتكلم عليك انت. مربى. 28 سنة. عزه 28 سنة. الوزن؟ 60. 60. اوزي يتقرقش كده. يتقرقش. 60. الانوال؟ اوعي تفهميني غلط، ها؟ ولا عقلك يروح لبعيد ويفتكر مثلا ان انا عايز العنوان عشان اجيلك بالليل، مع اني هموت واعمل كده، بس اوعي تفهميني غلط. 17. احلى 17 سمعتها في حياتي. 17. الف؟ ايه الف؟ ده عربي ده؟ يا لهوي يا جدعان، الف عربي طالعه كانها اسبانيولي. الف. مصر الجديده. مصر الجديده. المحضر ده المفروض ما يتكتبش بالحبر، ده يتكتب بالعسل الابيض. لهوي، مصر الجديده. طب يا فندم اعتبر كده الموضوع خلص. الموضوع خلص. هختمولك بس بالخاتم. لا ختم ايه؟ ده انا هختمه ببوسه. بجد شكرا. يعني كده هتلبسه في ضيق؟ ده انا هلبسه لك. قلت لك اعتبريني الستايلست بتاعك في تلبيس الاواضي لخطيبك ده. ميرسي يا فندم. طب ينفع اروح؟ ليه؟ تخليكي واقفه شويه. اتفضلي. هي دايما كده اللحظات السعيده بتعدي بسرعه. طب باي. باي. باي 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 باي. حسين، ازيك يا حسين؟ عامل ايه يا حسين؟ يا جوزي يا حبيبي يا حسين. حسين جوزي بيموت فيا، يقول لي يا مربتي يا حياتي، ما اقدرش اعمل ولا قضية غير لما اشوفك يا حبيبتي. ازيك يا حسين؟ انا جيت لك اهو يا حسين. مالك يا كاميليا، انت بتهرشي فيا كده ليه؟ انت جالك جرب ولا حاجة؟
طب باي يا فندم. باي باي حبيبه قلب الفندم. يا لهوي يا جدعان، يا لهوي، عايزه سقاله عشان الواحد يعرف يبوسها. حسين. نعم نعم يا كاميليا، ايه اللي جابك دلوقتي؟ سألك يا حسين، وانا اللي قلت اعملها لك مفاجاه واجي اشوفك يا حسين. فيها كاميليا، بس بصراحه اتخضيت، قصدي استغربت، وبرضه انت مش هتبطلي شرب سجاير ولا ايه؟ هبطل يا حسين، انا قلت بصراحه يعني اجي واقول لك ان انا بفكر فيك واجيب لك هديه يا سونه. هديه؟ وانا اللي ظلمتك وافتكرتك جايه عشان تاخدي مني فلوس. ما انا هاقل منك الفلوس وانا ماشيه يا حسين. امين. كنتوا ستات ما ينسوش حاجه ابدا، تجيب الهدايا وبعد كده تاخد حقها.